بسم الله الرحمن الرحيم. شرح القدرات الآن الجزء الكمي الدرس الثالث مع الأستاذ زكي الشعلة. حياكم الله جميعا. هنا طبعا في الجزء الكمي طبعا في استراتيجيات وفنيات لحل المسائل، أولا إما بطريقة التجريب، طريقة التصغير، طريقة الرسم، عدة طرق. ولهذا احنا بنشرح الاستراتيجيات الفنية علشان كيف نختار الإجابة بطريقة سريعة. ناخذ هذه المسألة الآن، مثلا قال لنا دخل رياضي في منافسة على 10 قفزات على أن ينال 5 ريالات للقفزة الناجحة وريالين فقط للقفزة الخاسرة، وفي نهاية المنافسة حصل على 41 ريالة. هنا علشان أنا أوجد الناتج ما هي القفزات الخاسرة، هنا إما أنا أجرب بالتجريب علشان يبغى نعرف من القفزات الخاسرة، أو أروح أقدر أنقص أقول إن 41 ناقص ريالين حتى يطلع العدد يقبل القسمة على 5، لأن قال لي في القفزة إنه يقبل القسمة على 5 أو إن له 5 ريالات. إذا نقصنا 41 ناقص ريالين يطلع لنا 39، هذه المرة الأولى. بعدين 41 ناقص 2، 39 ناقص 2 يطلع 37. بعد 37 لا تقبل القسمة على 5، بعد أنقص 37 ناقص ريالين يطلع لنا 35. وصلنا للعدد 35 يقبل القسمة على 5. إذا كم مرة نقصنا الاثنين؟ نقصناه 3 مرات، إذا يصير الإجابة ألف 3 مرات. أو إن أقدر أسويه بالتجريب إن 3 ضرب 2، رحنا جربنا أخذنا العدد 3 وضربناه بريالين طلع لنا 6، وبعدين نلاحظ إن 41 ناقص 6 يطلع 35. إذا 7 ضرب 5 الجواب 35، 35 تقبل القسمة على 5 و6 تقبل القسمة على 2. وأقدر أسويها أيضا بطريقة معادلة، إن أقول إن هم مجموعهم 10 قفزات، نقول عدد القفزات الخاسرة نرمز لها بالرمسين لأنها هي المطلوبة، فنقول 10 ناقص س، وبعدين نقول 2 ضرب س، و5 ضرب 10 ناقص س حقت القفزات الناجحة، الجواب 41، صارت لي معادلة وأقدر أطلع قيمة س وهو قيمتها بصير 3. جميل. إذا أو بالتجريب وأطلع الجواب. في المثال الثاني هنا عندنا ما قيمة 3 س في هذا الشكل؟ نلاحظ ان طبعا هذا خط مستقيم، الخط المستقيم مجموع زواياه 180 درجة، فاروح اجمع 50 زائد س، الجواب 180، او بعدين قال لنا في شكل يبغى قيمة كم؟ 3 س. اروح اوجد قيمة س يطلع لنا 130، وبعدين ال 130 اروح اضربها في مين؟ في 3، واطلع الجواب يصير لي 3390. اذا الاجابة فقرة الف. ايضا هذه طبعا معلومة رياضية لابد ان نعرف ان مجموع الزوايا المستقيمة والزاوية المستقيمة عبارة عن 180 درجة. في هذا المثال اذا كانت لام عددا فرديا، فاي القيم التالية يجب ان تكون فردية؟ ما دام قال لنا عدد فردي فاذا لازم ينجمع مع عدد زوجي، لان اي عدد فردي علشان يصير مره ثانيه فردي لازم نجمع مع عدد زوجي. نلاحظ هنا فقره الف جمع مع 3 و3 عدد فردي، نلاحظ هنا نقص 1 و1 عدد فردي، وهنا قسم على 2 والمفترض العدد الفردي اذا قسم على 2 يطلع لنا في فواصل، وهنا لام زائد 4 زيد في عدد زوجي، فاذا الاجابه فقره دال، لان عدد الفردي جمعناه طلع لنا 4 عدد زوجي، جمعنا مع عدد زوجي، إذا صارت الإجابة فقرة د. في الشكل التالي البياني أعطاني أحمد وأسرته، فإذا علمت أن راتبه 5000 ريال كم يصرف على الطعام؟ عادة هنا موزع في هذه التوزيعات عبارة عن نسب، مجموع النسب كلها 100، يعني س زائد 14 زائد 2 س زائد 22 زائد 3 زائد 25 مجموعهم يصير 100%. فأروح أنا أوجد قيمة س كم من نسبة في هذه الدائرة، أروح أجمعهم وأقول 100%، طلعت قيمة س 12، إذا نسبة الطعام 12%. إذا أروح أقول 12 على 100 ضرب 5000 بيطلع لنا الجواب 600 ريال. إذا صارت الإجابة فقرة جيم.
بالنسبة لأسئلة المقارنة هذه طبعا الأسئلة العادية سواء نحلها بالتجريب أو بالرسم أو بالمعلومات الرياضية. في أسئلة المقارنة يعني كيف أسئلة المقارنة؟ يعني يعطيني قيمتين نبغى نعرف مين الأكبر الأولى أو الثانية، فتكون الألف القيمة الأولى أكبر إذا اخترت أنا الإجابة ألف، إذا اخترت الإجابة ب يعني القيمة ب أكبر، وإذا اخترت القيمة وإذا اخترت جيم يعني معناها القيمتان متساويتان، وأما إذا ما كانت المعطيات غير كافية فأروح أختار دال. هنا باع محمد 3 حقائب بسعر 30 ريال، وباع صالح 4 حقائب بسعر 20 ريال للحقيبة الواحدة. نشوف من هو اللي أكثر باع، محمد لو صالح؟ أروح أضرب 3 ضرب 30 الجواب 90، إذن محمد 90 ريال. وباع صالح 4 ضرب 20 الجواب 80، إذن ما باعه محمد أكثر من ما باعه صالح، فإذن يصير الإجابة ألف أن القيمة الأولى أكبر من القيمة الثانية، وهكذا. طبعا إن شاء الله في الدروس القادمة نأخذ أسئلة تدريبية علشان تستفيدوا. شكرا لكم جزيلا وأشكركم على المتابعة. تحيات أستاذ زكي الشعلان.